اهلا وسهلا بيكي يا هند. يا اهلا وسهلا، كل ازاي سنه وانت حضرتك؟ طيبه، يا اهلا رمضان بيكي، كريم. رمضان كريم، كل سنه واحنا طيبين، وعيد سعيد علينا جميعا كده، ورمضان مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه يا كلها. رب يا رب ان يا شاء اهلا الله. بيكي. يا اهلا بيكي. في البدايه كنت عايز اسالك، ايه هو طيب اتيكيت العزومات؟ لو انا اللي عازمه، ايه الحاجات اللي المفروض ان انا اتبعها؟ في عزومات رمضان بالذات، خلي بالك ان رمضان وقت العزومه بتاعه بيبقى محدود قوي، الناس بتفضل تيجي ويك اند، لان طول الاسبوع احنا بنشتغل، فبالتالي عندك يا خميس جمعه يا سبت، والناس بتفضل الجمعه لان بتبقى مش راجعه من الشغل تعبانه وصابح تاني يوم اجازه، فبالتالي الايام محدوده قوي، فتعالي نحجز وقتنا في العزومات من بدري. يعني انا ببقى عامله حسابي ان انا هعمل في رمضان عزومتين او ثلاثه مثلا، وهيبقى كل ويك اند مع حد معين الشخص ده، فانا ببدا اعزم من بدري واحجز اليوم اللي انا عايزاه مع الضيف من بدري قوي، يعني ممكن من قبل رمضان باسبوعين، من اول ما يبدا رمضان ببدا اعزم ان احنا مع بعض في الاسبوع الثاني، في الاسبوع الثالث، اخر يوم رمضان مع بعض، بحجز من بدري. طيب لو انا تاني بقى حاجه بقى، اهم كملي. حاجه وانا بعزم الناس بتكون في بينهم هارموني كده، يعني انا مش عامله عزومه وعايزه اكلف واخلص وخلاص فاقوم اجيب كله مع بعضه عشان اخلص، لا، حاولي دايما تنتقي الناس اللي هم بيبقوا مع بعض، بيبقى في بينهم تجانس، ما يكونش في بينهم مشاكل قبل كده، فانا هجيبهم عشان نحل بقى، يعني خلاص لما ما يتقابلوا استغلش عزومة رمضان دي، صحيح ان انا لا يعني اصلح الامور وكده. ولا عزومة رمضان ولا أي عزومة خالص، لأنه حتى قعدة التصالح دي بتبقى ليها ترتيبات تانية خالص، تمام. لكن إحنا بنجيب الناس اللي هي ماشية مع بعضها عشان يبقى فيها، مش بقى كبار وصغيرين وبتاع، لا، إحنا عايزين يكون في بينهم لغة حوار حلوة، هم قريبين لبعض، هيتبسطوا مع بعض، ده اللي إحنا هند. ها معاكي. اتفضل. تمام. طيب لو انا اللي معزومه، ايه الاتيكيت اللي لو انا لازم اتبعه بقى؟ ده انا ما بروحش على يعني قبل الفطار بشويه، لا، انا بروح يعني خلاص الاذان هيأذن، يعني انت عارفه بتوصلي قبل الفطار بدقيقه دقيقتين، اللي هو بس الترحاب، وبتقعدي، لان في شهر رمضان ما بيكونش فيه ترحاب، يعني ما فيش ايوه. حاجه، ما فيش عصير بيتقدم، كمان ست البيت بتبقى يعني خلاص بتجهز وبتسرفس، صح، لانه وقت الفطار انت ملزمه تحطي الاكل في توقيت معين، مظبوط. هي بتبقى بتلف حوالين نفسها، ففي ناس بتوصل قبل دي بتبقى دربكه، خصوصا انه مش كل ستات البيت بتبقى لابسه وجاهزه، بتلبس على اخر لحظه، صح، يعني تقولك بس ما عشان عشان ما واقفة يبقاش بتطبخ ريحتي، لآخر لحظة. او مثلا بتسرفس بتشوف حاجه في الفرن، فهي مش عايزه يبقى لبسها مثلا في ريحه للمطبخ، صح، فهي بتخلص كل حاجه وبتيجي قبليها بشويه تقوم لابسه عشان تبقى واقفه كده فريش وجاهزه، فاي حد هيظهر او هيروح قبل الفطار بربع ساعه نص ساعه انت دربت الدنيا كلها، خصوصا لو راجل بقى ومراته، فطبعا هي هتبقى محرجه جدا لانه يعني بيبقى في راجل غريب يعني، وفي ستات حتى ما بتحبش حتى لو اصحابها المقربين ان انا اظهر بمظهر مش لطيف، لا، انا عايزه اكون لابسه وجاهزه، فيفضل الوصول يعني الفطار قبل الفطار بدقيقه دقيقتين، اللي هو مفيش وقت، احنا سلمنا وهناكل على طول. يعني ما اقولش مثلا ايه، لا انا اروح بقى بدري ساعة عشان اساعدها واشيل معاها واحط ما معاها اساليها بقى، يعني لو انتوا صحاب قوي ومقربين جدا لو العلاقة هتساليها، تسمح تحبي بده ممكن. بالظبط، وما يبقاش بقى معاكي حد غريب، يعني جوزها مهما كان انتوا قريبين من بعض، الراجل عامه بيكهرب الدنيا، فهي ممكن ما تبقاش مرتاحه، فاساليها يعني تحبي اجي لك بدري، تعالي بليز انا محتاجاكي قوي، او لا، تعالي على الفطار، بلاش بقى نكرر السؤال، لا والله لاجي اساعدك، عارفه انت الناس دي اللي هو العاشر، لا والله لاجي لك، لا انا هاجي مش هي هينفع قالت اجي لي لك لا بالفم المليان خلاص. ايوه خلاص، هي مره واحده بس يعني، لا ميرسي قوي هتنورونا على الفطار، خلاص يبقى بنيجي على الفطار، وبناخد معانا دايما حلويات شرقيه اللي هي مشهوره قوي في رمضان، كل الناس بتجيب معاها حلويات شرقيه، لو انا هظهر بقى يعني رايحه لها اول مره، داخله بيتها اول مره في حياتي، ممكن تجيبي كادو رمزي قوي بنفس الثمن الحاجه الحلوه اللي كنتي هتجيبيها. طيب النصيحة بقى اللي تقوليها، أو النصايح بقى، لأن أكيد مش نصيحة واحدة، النصايح اللي تقوليها للعروسة الجديدة اللي لسه أول مرة تعمل عزومة في بيتها وجاية العزومة عليها في رمضان كمان، فأكيد يعني ليها إتيكيت بقى في التقديم وفي مين يقعد فين ومين ياكل إيه والحاجات دي كلها.
بصي، هو كل الناس بقت ما شاء الله عليهم شاطرين جدا، بيعملوا عزومات جميله قوي، وموضوع الاكل او التقديم هي بتختلف من مين اللي جاي لي. يعني لو الناس قريبه مني قوي واهلي واصحابي او حماتي، فانا بعمل الاكل السهل البسيط. يعني حاولي دايما تروحي للاكل اللي ما يضايقش الضيف في اكله، يعني ما يكونش فيه صوص وجلد وعظم وحاجات وتلاقي بقى عارفه تقعدي طول عماله تفضل طافي في الفراخ وبتاع. دايما روحي للبانيه والحاجات السهله اللي هي تتقدم وتتاكل بسهوله، اللحمه اللي هي فيليهات، رز بالمكسرات مثلا او هو رز بالخلطه، مكرونه بشاميل. يعني ما تعمليش الطواجن والحاجات اللي هي تاخد دبكه كتير قوي في المطبخ، ان احنا لازم كمان نقعد كمان مليان. جنبها واحنا بناكل، يعني نقعد جنب الطاجن او نقعد جنب حاجه ممكن تتحط في طبق كده بورتبل ويتاخد خلي الاكل كلها شيك وحلوه وجميله، تاخدش دبكه دايما في العزومه. روحي للاكل السهل، ما تروحيش للحاجات اللي هي تاخد معاكي وقت وتقلب لك المطبخ، تاخدي فيها وقت طويل قوي. كمان الضيف احنا لما بنتعزم بيبقى انواع اكل مختلفه، فالضيف بيبقى عايز ياكل من كله. فتخيلي لو كله فيه صوص بقى وصوصات دخلت على بعضها، ففين الاكل بقى؟ المنظر حتى مش هيبقى حلو حتى في الطبق نفسه. فدايما في العزومات روحي للنواشف، يعني نواشف. فراخ بانيه او فيليهات، طب كفته، والملوخية؟ حاجات طيب كده. الملوخية جميلة أو الناس كلها بتحبها، ما فيهاش مشكلة خالص، هي بس هي تنفع مع الأطفال. مهمة في يعني عزومات احنا رمضان دي متهيألي جدا. بيعملوا وبط كمان. ايوه طبعا. بصي، تعالي ناكل بط وتعالي ناكل حمام وتعالي ناكل كل حاجة، بس طالما الضيف اللي جاي هو أخويا، حماتي، الناس المقربة أوي، فأنا القريبة هاكل مني معاها مش هتكسف. صح. بالظبط. وفضيلة الضيف ده واجب اكيد، ان احنا بنبقى في شرف استقبال حماتي، يعني ببقى لابسه وجاهزه وكل حاجه تحت السيطره. انا عروسه جديده مش شاطره قوي، عندي اختي هتساعدني، هتجيلي مامتي هتيجي تساعدني، هستعين بحد يجي، مفيش مشكله. هي لسه في الاول، كلنا في الاول بنتعلم يعني، بشكرك بس كل حاجه تبقى جاهزه. اكيد انا بشكرك جدا يا هند على المعلومات اللي انت قلتيها لنا والنصايح اللي انت قلتيها لنا في اتيكات العزومات. بشكرك شكرا جزيلا هند المؤيد خبيره الاتيكات. طبعا كل سنه وانت سعيده يا رب، كل سنه وكلنا سعداء.